بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولي وحنا كنا حجرنا برنامج كي أنك جاهد ليني تاريخ ذي تاريخ كوكوبان وكوسا أبسن قبله أما دومركي رميي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قبلها قيمة بضلة إلهي وشرفي ويدينتو أي شرفتي وحكم ذا أم حرام بنت ملحان. أم حرام بنت ملحان وقبر أنصارية ذا وهرير بني النجار بيك أوليب كسيتاي وعدتك نبينا عليه الصلاة والسلام مدينة أوي من ذي كميتاي. أم حرام بنت ملحان كبدا قيمها بضل له وحي محال الله ولا ليهين أم سليم وأنس بن مالك هو يديا أنس بن مالك خادمك النبي محمد عليه الصلاة والسلام هبريرتي وي وحاني قد حضي أو قبيني صحابي وجليل وآذقي مبضن والأرنجلي عبادة ابن صامت رضي الله عنه وأرضاه. كما داقي ما بضل له أحاديث هذا ابن عسلام كوريسي وحاوكي على دواوين كمحال الله إسلامك محال الله أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا وحاليري أي مام الترمذي كتاب كيسا محال الله حديث موسى صوصار. أهل العلم وحيرا هذين وحي قبلها أقو قيمها بضل أم علية النساء إلا رجع مركل قشة علية القوم معنا دتك وضيعش ومحال الله هاي دتك أقو محال هرجو هرجو جوا يضرب ودمرك واحد قبلها هرجو قياشة دمرك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فمي مركع مقال هذا مدينة جوي. أم ملحان رضي الله عنها وأرضاها قبل قيمها بضل له وحديث كوريي أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وويل كيريا إيا ركف ربضان ومحال الله إيا أحاديثة أم ملحان رضي الله عنها وأرضاها كوريي. أم ملحان سليمان بن مغيرة وحاو أنا أثابت كوريي أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن سلام بقول نقول بي قرقر واحد جوغو كليا ما هو إلا أنا وأمي وخالتي أم حرام وحيركولي واحد جاوري أني أو أنس بن مالكة إيهو يدي أم السليم إيها بررتي ومحال الله أم حرام رضي الله عنها وأرضاها نبي صلى الله عليه وسلم وحلو يدي بيتري قوموا فليصلي بكم فصلى بنا في غير وقت صلاة صلى الله عليه وسلم أيون الدجيء هذا وقت صلاة النجوين صوت الناس السلام قولي أصحابه يمؤمنات كنتم بغضوا معنا صلاة ديس وحويا ودعوا وينبغي صلاة السلام ومضوا وقود دعينا مركو حوري هذا صلاة النجوين أيون نبغي صلاة والسلام للدجيء معنا سيد قولي أسي بركة النبغي عليه الصلاة والسلام إيا خير كيسي إلهي سبحانه وتعالى أوصيه. أم السلين أم محال الله حرام من تم الحام رضي الله عنها وارضاها وحين نبينا عليه الصلاة والسلام أي كوري نيسا حديث يابله وحايلة ذهي أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال وحور حدثتني أم حرام من بنت ملحان حبريرتي أم حرام بأيش كيسي وحيتري إن رسول الله صلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بيتها يوما قال في بيته معلم أنا عسلام قولي أيه حوغا ساحن القيلولة دت وحل إلى هذا وقبل الظهر يصف حوغا ساحن ميلها قاركون وحلقية قال مر قف وقضي حوغا انت عسك لقاري إن قيلولة ساحن مر قولي حوغا ساحن بيتي نبي عليه الصلاة والسلام وقص لايا أي صبر عليه السلام وصوت توصي مر كاسان كوري بيتي قلت يا رسول الله ما أضحكك رسولك ياو وردا كسوك عليه ما هذا قب حكا قصر سيي وأضلق قص ليسا مركز الناس هاتوا سلام وحولي
عرض علي ناس من أمتي يركبون ظهر البحر، ظهر هذا البحر، ده هذا البحر. وحر وحل أيتسيي بوري قوم أمدت أمد إذا كمدا أو فول الدولة معنا بدك الدولة أو بحر كفول الدولة ومحلها هاي كالملوك على الأسرة. وحر وحي ساريهن دومو أما السفر أما مراكب أد مودو سرير هذا محل رواية كانت كالملوك على الأسرة برقرضه إلا بقولوا كرسي وحق فرستا أو كراستا كلا كدوان وقاعد وحق بدن ودخل كنا حموضة مركز كه واحد مدابوري مركز يبدأ يساريهم ودوما يبركي تا يساريهم تدم حال الله هاي كرسي بقر كفرية أو كلاتو مركز نبان كاسي وحويان وحويان وادد جهاد الصعدة ووادد إلهي سبحانه وتعالى كنت قالمايا ولعلاء كتاب الله دين الله عز وجل الصعدة way ragga nabiga aan haddii salaam markaa uu ka sheekeynayo oo markaa markuu xileeyeen dagaalkaasi markaa oo ay maxaa la ay qaadeen amba ay badda ay raaceen waxa ay dhacday fi khilaafati maxaa la ay Uthman bin Affan radiyallahu anhu warallah laakiin ciidanka markaa waxa hoggaaminayay maxaa la ay Muawiya ibn Abi Sufyan oo markaa ardo Shaam madax ka aha meesha ay ku duuleen waxa la waa meesha Qubrus la yiraahdo قبرص يمحل بشام إن بدن كلام دهيرة شام دواروكا فلسطين يا سوريا لبنان يردن لسكوير هذا أي وحوا أرض الشام مركا قبرص مركا كلام دهيرة مركا بدن كبر يا ملواي وحي كتري أيضا مدينة جوكتا أرض الشام هل بالبلاص عضا إن محل الله جديد محل الله هرتي أورو لجو جارو مركا سان وحي كتري بيت وحي بيت أدعو الله أن يجعلني منهم وحور واحد إلهي يكبرسا نبي محمد إنه أريقه أم محل حرام بنت ملحان إن أنك قيم قاتو أتكى مسلمين تا الجهات الجلية لعلاء كلمة الله عز وجل أبدا فولية إن أنك من نغضه إلهي سبحانه وتعالى إيباري مركز سنة عسى السلام وحوكوري أنت من الأولين سبحان الله شوف السلام وحوكوري أليه واحد كمتها نتكى أغوري إدومها الرعي دورة من أجل لعلاء كلمة الله عز وجل إيضا مدينة جوكتا أي صباح سلام وحقوق بشارين يا إلى قبرص دجال قاعد دوره أي هذه الدون شوف همي الصحابة مثلا تو سلام على مال ما كم ذا أي وحوله ومضى إذا وح كم ذا تضبعت نكون أو جنة جلية من غير محال الله حسابي ولا عقاب الناس بيا رسول الله يهين وكوان وحبا سيسنين كوان استفرين استفرين كوان محال الله إلى سبحانه وتعالى ترى سارنا يا مركزا وحا استغي نيل عكاش بن محسن شوف رضي يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم يوحي رسولك الهي الهي اي بري ان من كاس الهي سبحانه وتعالى يقدره مركز السلام وحوري انت منهم مثل لا يستغي وحوري يا رسول الله الهي اتوك ورسول الله وحوري سواك بها عكاشة وعكاشة ايه كاغهر مري شوف ذاتك هم يقول وحيو قاين ادوي وانا قاعد اسكد لين وانا سوء عراضين وانا سوء حسدين وردتك ويسوء هلاقيان dadka aqtoodu wax qiimo la kama hayn ila adduu ila aqtiyo qiimo kama leh waxa ay tahay lama arko walidalka hambigooda weyn wuxuu aha ya rasuulullaahi iyitu ilaahay inaan jannada ku galo ilaahay iyitu inuu dambigeyga ku dhaafo ilaahay iyitu inuu toobada ilaahay u aqbalo ilaahay iyitu maxalla inuu xalla arinkooda dhan saas buu aha walidalka gabadha radiyallahu anha wa ardaha waxa qabay ubaata ibn saal oo aan sheegnay inuu kamid aha ragii khiyaarta saxaabadaha aadka u qiimaha badan ee wanaaga badan haaskiisii bay israaciil حاسكيسي أي إسرائيل ودقال كابي كقيب قلن محال الله دون تابي إسرائيل ذلك المؤمنين تأي قيب كمذا هاين وحال ليري رضي الله عنها وأرضاها مركي أي كسو نغير إميش جوغا ميلو أي وحال ليري وحا حراتي سي محال الله هاي بغل أما محال الله بغل أي راعي سي أي حراتي سي بها ليري محال الله فذقت عنقها مركي قورتي كجبتي رضي الله عنها وأرضاها ماشي أين كل متي waxaa la yiri radiyo cana warlaha waxaa lagu aasay meesha qubrus ay radiyo cana warlaha ee lagu aasay oo qabrigeeda radiyo cana u yaala waxayna dhimatay radiyo cana warlaha am fi mahalafa khilafati uthman bin affan iyadoo la socota ciidda muslimiina oo uu hoggaaminayo muawiya ibn abi sufyan radiyo cana warlaha oo uu waliba la socdo ninkeeda ciwaan ibn samad ayay li'ilaahi ilaahi kalimiisa korrofta daraadeeda ayay meesha ugu goorin هذه أم ملحان محلة بنت محلة أم حرام بنت ملحان خالة محلة أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاها كم إذا هي
قبله مؤمنات كأهل المدينة أنصار أهل بني النجار أي نبينا عليه السلام رمي أي دعوة قاطي أي دين تقاضي أي عسى تو السلام وبوقن جري قولي هو وزيارة جري عسى تو السلام وقب شاري أنا كم من نقول نرتو نذكر المسلمين تا أي مش هذا قالوا قاعد دورا إلى يوم حورسلينا في يوم الدم ما أنت قيامه إنه النجا يوم من حرام من الملحان صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام يهل كيني والد كينبا وإلهي ونقول كل ميو في دار كرامته ومستقر رحمته إخواني وحن كنا حجرنا برنامج كيان كذا شيء كيني إني تاريخ كومريد قبله مؤمنات كها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ورمي كمان عن كشيء كيني إنه ما أنت روح ويان حمنا بنت جحش الأسدية حمنا رضي الله عنها وأرضاها وقريشيت وحال الشيخ إلى يهيد وحال علي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام محال الله هاي إيدذي إيدي نبي عليه الصلاة والسلام المأبتي المئدي هاي هو يدد وحال إلى هذا أميمة بنت عبد المطلب وإن بغر تاريث غرة إليهين وحي كم إذا هيد قبله رميه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إيضا إيصفية بنت عبد المطلب أولا لها حمنا بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها وحا قبي أو قرسدي نين صحابي أو جليلة أو الأورنجري مصب بن عمير مصب بن عمير وحوها للنت بأرهير مكة كوا وقيمها بضنبوها ولما وحا إيشيغان إن هو يدي أي ناقل عقله بأهيد مركا دارك سكوبة دالي جري وحا اللي يري وحا لقوكا رنجري وددو ومرو إذونا برفور يمحال الله فوح باكاو رجري هو يدي سناس ناقل عقل بأهيد مركا سيد دارك انتي وبدشو فوح سيسو ويمحال الله عطرك يأدوك وحا لرجري ماري ماشر ما أنت وحا مري مسعب رضي الله عنه وارضاه أوه لنده اللي يرى ونقول ما شاء الله آذق روح بدن ومعان بدن وقري برواقة أيو كسو قري هسي يشي مركي النبي عليه الصلاة والسلام ورسالة إلهي وسو ديبي وحكم ذا نمكي دالي يردها أيو قري النبي عليه الصلاة والسلام رميي اقعانت قعانت وصاري وذلك هو يدي آدمي وقع روطي ويديدي ويقادم ويدي إلهي مسارفتي كالقوسطو ويحولي أي كالقوسطو ويوحي وديدو oo maxal xataa inuu sameeyo markii dambe inay raashin cunto ay diido ay tiraado ila aad maxamed ka soo noqoto ee maxal waxa uu cunimaayo asan uu ku riyo ee naftaada halaagire aruu diin waxaan salaam baan raaci walidalka nabiga kaleey salaam wiilka qiimaha badan leh wuxuu ugu abaal guday markii madiina reer madiina ay yimaadeen oo inaa salaam ay rumeyeen qaar kamida oo ilaa rasuulullaah waxaan u baahan in wax na bara oo diinta loo sheega oo aayadka lagu dul akhriya nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu raaciyay mus'ab ibn radiyallahu anhu warda wuxuu ahaa awwal safiirin islaam ninkii ugu horeeyay ee ambaasadora ee diintan maxan lahay faafiya magaalada madiinada badankeeda ma wuxuu islaamay ilaahay wuxuu sabab uga dhigay mus'ab ibn umayr radiyallahu anhu warda hamra bint jahsh wiilka qiimaha badan ba qabay لكن إلهي سبحانه وتعالى وحو قدري دقالكي أحد ونبكي قريشة مركا إساءوا الرسدان بدر محال الله هاي اللوغر هاي وعيل قبا وإساءوا الرسدان وإلي آر قتان ربان ومقال هذا مدينة كسو الدولين نبي عليه الصلاة والسلام واتي أحد محال دقالك وكردعي السلام واتي صحابة وقيمي قارنا ويري محال الله هاي بورطة وصاري وقداش وضع oo hadii aad aragtay inaan guuleysanay iyo hadii la inaga guuleystayba meesha ka soo dagina oo yaa dhabar jibin la sameeyna dadal laga ilaaliya intii ka tan dagaalku ay galeen markii hore nimankii qoraysha waa la jibiyay nimankii buurta fuulay markay arkeen waa yiraahdeen khalas markaas wari waxaan filay ninka gaaminay uu Cabdullaah ibn Jahsh oo xamna la dhashay oo naxar salaam idiis la sheebay madax u ahaa wuxuu war jooga naxar salaam wuxuu habixina way ka qoy khilaafeen dadal baa loo qiimid waati marka muslim saxaaba ila todobaatana meesha lagu dilay marka radiyallahu anha wa ardaha ninkeedii meesha ayaa lagu dilay waxay ahayd gabdhiina salaam mubaayacaad kana salaam horo u leeshiyay waxay ahayd maxaa la hayay gabdhaha maxaa dadka dagaalka ku jira daaweeyay ee aan jirtay waxay gabdhaha maxaa la jirxay dadka xanuunsan xambaarsan waxay wara dadka ay waraabinaysay dagaalka ay qayb ka ahayd radiyallahu anha wa ardaha حمنا إلهي سبحانه وتعالى وحا وقدري إن كذي
ee magaca maxaal la dagaalkii wuxuu lagu diilo markaas riwaayada qaar waxay leeyihiin waxa maanta waxa meesha ku dhintay abtigeed oo xamza bin abdul muddalib oo hooyada la leeyshay waxa meesha ku dhintay maxaa lahay ninkeedii musa bin umayr riwaayada kale waxay leeyihiin sheegayaan in xataa walaalkeed meesha uu ku dhintay markii xasaatu wasalaam uu soo noqday baa laga horiyay markaas ay yiraahdeen waa loo sheegay waxa la yiri xamla walaalkaa waa dhintay markaas ay tiri raxmatullaahi calayhi markaas ay leeyihiin waxa abtigaa waa dhintay markaas ay tiri raxmatullaahi calayhi markaas waxaa la waxa ay tiri la yiri ninkaagii muscabna waa la dilay markaas ay xoogaa dood gar kartaa qof dumar waa way yara qaylisay markaan xasaatu wasalaam wuxuu yiri dumar nimanku ragga dumarku qulubtooda meel macala meel weyn buu kaga yaalaa waxayd gabadhaas mujaahidada oo saabirada oo muxtasibada oo maxaa lahay waxayna ku raali noqotay wixii ilaahay subxaanahu watacaala uu qadaray oo ah in uu mawdku maxaa lahay ilaahay uu qadaray haddana waddada uu ku dhintay ay tahay waddo aada u qiimo badan oo ah isagoo ilaahay difaaca diintiisa difaacaya oo nasa salaam difaacaya oo maxaa lahayay muqbila oo qaabilay oo aan maxaa la ardi ordaynin ayaa radi allahu canhu waardaha laakiin subxaana allah xamla radi allahu canha waardaha waa ay ku sabartay imtixaanka ilaahay subxaanahu watacaala asiibay waxay leeyihiin ahlucilm dadkii taariikhda wariya xamra radi allahu canha waardaha ka gadaal waxaa guursaday nin ka mid a tobankii jannada loogu bishaareeyey oo ah dalxa ibnu cubaydillaahi tamiimi dalxa oo axad almubashiriina fi ljanna oo maalintii uxudna isagoo nabi calayhi salaatu wasalaam difaacaya ayaa gacantiisii midgeed buu wuxuu u dhigaayay warankii iyo fallaartii lasoo tuuro markaasaa gacantiisii shalal noqotay ninkaa qiimaha badan leh salaam jannada ugu bishaareeyey horaan u sheegay dadka jannada loogu bishaareeyey waa toban abuubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali iyo zubayr iyo maxaa lahayay sacd bin abi waqaas cabdiraxmaan bin cawf abu cubayda ibnu jaraax siciid ibnu zayd iyo dalxa ibnu cubaydillaahi radia allahu canhu waardaa gabadha waxaa gadaal ka guursaday dalxat ibnu cubaydillaahi radia allahu canhu waardaa waxay u dhashay baa la yidhi nin aada u qiimo badan oo taqiya oo aada u sharaf badan oo cibaado u go-ay oo la oran jiray muxamed ibnu dalxa ibnu cubaydillaahi waxaa lagu magacaa waxaa la yihi assajaad lacala yaabo inuu maxaa lahay qof in badan sujuuda oo daacada ku mashquulsan inuu yahay ninka aadka u qiimaha badan leh ayaa maxaa lahayay maxaa lahayay ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey marka sajaad wuxuu ahaa baa lay nin aada iyo aada u qiimo badan oo maxaa lahay oo daacada iyo akhyaarnimada iyo wanaagga sababto aabihiisna waxa dalxa ibnu cubaydillah saaxibu nabiyina calayhi salaatu wasalaam waa axadu casharina mubashara hooyadiisna waxa weya waa xamna binti jaxash al asadiya oo maxaa lahayay nabi cala salaatu wasalaam ilmabti iyo ilme eede ay yihiin oo umayba binta cabdulmudalib dhashay haddana abtigiisa waxa weyaan waa cabdullaahi ibnu jaxsh radi allahu canhu waardaa marka ninkaa marka inuu akhyaar noqdo oo ahlu daaco noqdo oo maxaa lahay guriga iyo hareerka uu ka soo baxay ayaa daliil u ah inuu maxaa lahay radi allahu canhu waardaa maxaa marka dadku hadday ka sheekeeyaan xamna waxaa laga sheekeeyaa ninkeedii hore ee ilaahay oofsaday oo dagaalkii uxud ku dhintay oo ah maxaa lahay muse bin cumayr kadibna ilaahay wuxuu siiyey cubayd cabdullahi maxaa lahay dalxa ibnu cubaydillah waxay u dhashay ninkaa caabidka oo qiimaha badan leh oo la yidhaahdo muxamed ibnu dalxa ibnu cubaydillaahi muxamed asajaad subxaana allah walidaalika dabaqaat ibnu sacad waxa uu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam xamna iyo wiilkeedii waxa uu siiyey maxaa lahay maalintii khaybar 70 wisqi oo maxaa lahay oo timira ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam siiyey haadihi xamnatu bintu jaxash min saxaabati nabiyina calayhi salaatu wasalaam allah ka raali noqdo annaga iyo iyada iyo muminta dhammaanteen iyo nabi calayhi salaatu wasalaamna maalinta qiyaamo fii daari karaamatihi oo mustaqari raxmati ilaahay nagu kulmiyo ikhwaanii weli waxaan ku dhex jirnaa gabdhahaasi waxaan ku dhex jirnaa gabdhihii qiimaha badnaa taariikhdooda koo koobnayd gabdhaha qiimaha badan leh nabigeena calayhi salaatu wasalaam rumeeyey ee diinta u gargaaray waxaa ka mid a gabar la oran jiray hindu bintu camrin ibni xaraam hindu bintu camr waxay u dhaxday oo qabay nin saxaabiya oo aada u qiimo badan oo la oran jiray
عمرو بن جموح رضي الله عنه وارضاه ور كبداسي وحد غبر ادي اد قيمه بدل او الهي قلبي ايمان كبوخيي ونبينا عليه الصلاه والسلام محل الله رميسي كرون شيغتي محل الله دعوه يا دينتا ايمان كان محل الله اي رميسي مركا هند رضي الله عنها هند رضي الله عنها وارضاها وحيد قبلها قيمها بظله كر شيغي اسلام مضوضة يا ايمان كوضا يا راعد دوضا نبينا محمد عليه الصلاه والسلام اهل العلم ومتاريخ وحي وريان موقف ادي هذا قيمه بظل و قبلها استاكتي سبحان الله دقالكي احد أي واحد لقد لي إنك هذه عمر الجنوح جموح وحكرتوا لقد لي ويل إذا شيء أو لورنجري خلات ومع ذلك ويسبرتي احتسب عند الله عز وجل وفوض أمره إلى الله عز وجل كل من كذا ننجي أسبوعها عردار وليه لكن وادي ذي انه دقالك احد كقيب قلم ويه ولو على الشغيل ليس كد ذي ولذلك ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها وحي لا ظهر مركي لدلي نينك هذه ويلك هذه ميتكو يرتب يكون سوق قاضي عائشة يسركن ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها مركزيتي عندك الخبر ما وراءك وحيت يا داد ميد وضو أب أرين بعض هي ساية دو حليا عايشة رضي الله عنها حكمة ذلك تبيها دامينه مركزي تريبا لي رضي الله عنها وارضاها وحيكوتري أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فصالح وكل مصيبة بعده جلل وحيتري نبي عليه الصلاة والسلام وعافي ما تقبى وحدي بات مقارن حي واي وحي انت كدن بيا ومصيبة اما دي باتوي ماذا وحي تلو واحد بضان وقيمة ملا المهم انه نبي عليه الصلاة والسلام حي يرزق اما اذا كلا واحد الا نبي عليه الصلاة والسلام رسالة مبوضة علماء واتي كل شيئين قفنا مركو دينتو قولي يسي عيالك يسو قد انتا قفنا مركو دينتو ومضى نمو قد انتا نكي ومضى خيرك اوهر كعي وناك قور كعي اما محالة وناك شقيني هذا هو حبوسي لما بيحنكره مرك وحي تري وحي مصيبة وناس سلام على هينبا وح بدر كحك سوق قاد مره سبحان الله إلهنا سبحانه وتعالى كوا مؤمنين تا محك مشو هدا أيها كيا لهم حساع دورتي مرك عسي وحي تري من هؤلاء محي كوا كان الله ذي وعد انتين مرك عسي تري ولا على كذا وعود انتين قال كي بالقدري ويل كي وحي تري خلات أسمع ماشي بالقدري وحي كانت توتري زوجي نينك هذه عمرو بن جموح اسقنا وحوين ماشي ايال قدري ما يدري وضع مرك مرك هسي كوتري فاين تذهبين بهم انت اوك حين ساضو وضع مرك هسي تري الى المدينة اقبرهم فيها وحي تري مدينة انجينا يا ايه ودن مدينة رأينا انكو اعصو احد بي كسو قاضي وحي رتاين مدينة المدينة كانتو ويبغو بقيع الغرغد بيري مسلمين تاي محال اي كدي اي كدي marka ratigi waxa la aymeeti ay ku waday baa la yiri inuu hor u socdo waa u diiday inuu madiina xageeda uu soo aado dagaalkii waa diiday marka meeshii meedaanka ay dagaalku ka dhacay ee maxaa lahay dadka maxaa la meedki lagu aasay marka la soo aadiyana waxa weeyaan waa soconaya mucjiza min Allah azza wa jalla marka magaalada xageey u soo kaxayso inuu socdo waa diiday marka meeshii dagaalku ka dhacay waa uu soconaya walidaalka meeshii ku soo celisay النبي عليه الصلاة والسلام أيام محال الله هاي محال الله هاي أيوك أنت ميتك ماشي بالغواصي سلام وحكور وهندوي
محل الله وكوي رضي الله عنها هند بنت عمرو السلام وكوي يا هند ترافقوا في الجنة عمرو الجموع وابنك خلاد وأخوك عبد الله وحيد السلام نينك هاي عمرو الجموع يويلك هاي خلادها يولالك عبد الله لما تضحوا الجنة أي مرافقين كوين أو ساحبين كوين مركز آذوا فرحضي إلا وحوان ذلك محال الله وذلك إلهي القدري شهداء عند الله يرزقون مركز وحي تربي يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني معهم وحي لذي رسولك إلهي وحادي قدكتا وذي إلهي يقبرسا إنا عنوان أنكم من نوضو كواسي محال الله لنك يويل كيغي يولال كيغا محال الله جنة كاقيم قلا سبحان الله ولذلك عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لست جازيا عن الحياة ولكنك السلام وعرض الله مرك معنا قف وحي ربتوي محال الله هاي عن أرجع حين أو صبر سر أو إلى سبحانه وتعالى قدري موت إلهي ما قدري وحال قدر أن تمر إلهي والدين سل الدفاع أي واي هذا لو حرق بدا يسا إلى ما لنت قيامه سيد الدنيا كل مان أي آخرة أي كل مان سبحان الله نين كذي عمرو بن جموع وحوانين محال الله عريا محال الله جيزة إلهي وتقول ليس على العمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج بقولي نين محال الله إن أولاد دمي كل كسمها إن هدو كهر دقال كي محال الجهاد نين جيسا سونا عذر دار بقولي وخاف حنوصنا عنك حكا سونا عذر دار بقولي ومع ذلك وحاو كل ربا نعسة والسلام رسولك إلهي وحان ربا إنا لقطان جيستا جنة أنخول الصعود معنا إنا إني لأرجو أن أضع بعرجتي هذه في الجنة ورسولك الله لقطان جيستا أيها رب جنة دحيدة إنا محال الله أن 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 كل غيره أنا جيسا مع ذلك بركو جنة في جنة قال إلهي وأود ما يستريا وهي هذا لو على قتريا نعم والسلام رواية كانوا حين عن أولاديس محال الله ولله السلام مركي ويمت أو يلاس الله أذى عردار بعض الله وكوي نعسة والسلام عروتي سوى أبي لا أحب نعسة يا رسول الله وكوي هذا وذيك هو يل واي هذا هو جيس محال الله ما حن باركه نعسة مركو وكوي مركو أذى يقول رسولك الله هل يدايو أروح الجنة إذا كجيس سارة مركان صعرية نعسة والسلام وكوي ضعف أبين هذا هو سوء الدورتي إنه صدق ونغضه هذه إلهي سبحانه وتعالى وإلهي وقدره وشهاده وقل أنت نعفه بوكويري مركا ويلشي سوى إسكان نعفين من عسى السلام صدق وكويري مركا سوكويري نعسى السلام والذي نفسي بيده لقد رأيته ويضع بعرجته في الجنة وحول إلهي بان كل نارته وحاركي عمر من جموع وحول أسوء جيسة جنة كل صعوريا سبحان الله ولذلك أفر ويلبو كتنيمة الكل يوضى مجاهدين في سبيل الله عز وجل سبحان الله هند بنت عمر بنت حرام رضي الله عنه وأرضاها واحد قبر عن له المامي كرن وآذي أذقي من بضن له وهو الشرف بضن ولذلك إمام البخاري في كتابه أبي المفرد هي أبو نعيم وحي ورني عن جابر عبد الله رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة برحام جمع وحرير مدينة رير بني سلمة ويا مضحي دينة يا أضي دينة وحين هذا الجد ابن قيس على أننا نبخله وهو جد من قيس مضح نوع لكن حقا أضيء أضيء عن أضوء واي فكذا مركز مع السلام وكويري وأي داء أدوء من البخل وحور بخيل لم وحكوي المياجرة مركز مع السلام وحوري بل سيدكم عمرو بن جموح فأضيء كان قبيل كيدينا وإيه رقامية وعمرو بن جموح رضي الله عنه وأرضاه ولذلك عمرو بن جموح رضي الله عنه وأرضاه أسقو جيسة أيام حال الله ودقالك أو كقيم قري زوجتي سنة وقبلنا قيمها بضل لي مارك قفت عن كحضلينا وحويان هند بنت عامر ابن جموع رضي الله عنها وارضها ونين كذي يويل كذي يوالال كذي قرب استاكتي وهرتي هذا اللي قد لي ومحال الله هاي حدنا أن موجينين وح أرققح يدباتا وإلهي قلبك يدي قوتكي وأركيسي إن وحينا عساته والسلام كسوس قيمة وعلاقه يماذبا إن علي محال الله وحدي باتا بضل أي اللهين هذه امرأة عظيمة آمنت بالله عز وجل نبع إلهي رميسي واتبعت مع عيسى والسلام وأضع زوج كيدي أضيع لي أولاد داسي تربيسي أو خير كأي وناقة إلهي سبحانه وتعالى أوسي مرك هذه هند بنت عمرو الجموع زوجة عمرو الجموع رضي الله عنه وأرضاه محال الله يذبح على هند بنت عمرو ابن حرام
هند بنت عمرو الحرام زوج كذا وحل ذا عمرو الجنموح رضي الله عنه وارضاه. الهي سبحانه وتعالى ما انت قيامه هنوكل يوم ما انت في دار كرامته ومستقر رحمته. انت كلمه كان مقول بدونه وحديثك في حفظ الله عز وجل ورعايته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.